السلام مغزلات ديالي ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين في صحه جيده وتكونوا بخير وعلى خير. غبرت عليكم اعتذر في كل فيديو كنقول لكم غبرت عليكم، ولكن راه ماشي لخاطري. بزاف ديال الزفاح كنديرهم وبزاف الحوايج كنقضيهم، داكشي علاش ما كيبقاليش بزاف ديال الوقت باش نتفرغ لليوتيوب، مع العلم انني خاصني نعطي كامل اليوتيوب، ولكن بعض المرات كيجيو شي حوايج اللي ضروري ضروري خاصهم يداروا. فالمهم اليوم لقيتوني خارجة، الجو صراحة تقلب عندنا، نهار كيكون الشمس نهار البرد، اليوم الجو مهم قالك غادي طيح الشمع هذيك الثلاثة بحال هكاك. المهم هذه 11 ديال الصباح، قلت غادي نخرج نمشي نقضي شي مسائل ونديكم معايا أي حاجة غادي نصورها غادي نشاركها معكم إن شاء الله باش مابقاش نغبر عليكم. تسميتها إجوارو؟ شوفوا لي زيستخاص هنايا كيفاش دايرين فيها، وجاية من هنا السنيسلة وطويلة كيف ما كتلاحظوا، دايرة في البلو ماغين، كاينين في اللوينات، كاينة في هاد اللون هذا، كاينة حتى في الكحل، هاهي الكحلة ديالها. المهم هاد المحل هنايا صراحة زوين، كيبيع بزاف ديال الحوايج ديال المتحجبات. هانتوما هاد المونطو هذا، كاين عبايات بحال هكا عاوتاني، المهم على حسب الذوق ديال الإنسان وشنو كيبغي، وكل حاجة وثمنها. شوفوا هادي عاوتاني بالسنيسلة، وخا هادو راه بالسناسل، وكاينة هادي بطق طق طق طرق، المهم كنعيطها طق طرق. عاوتاني كاينين هادو، شوفوا كي دايرين الشكل ديالهم، شوفوا لي ديدات، حتى هادو غيكونو بخمسة وعشرين حتى لتلاتين. كاينة هاد الستيل هذا، شوفوا لي ديدات ديالو كيفاش دايرين، وجاي سامبل وفيه سنيسلة وراهم طوالين حتى لتحت. كاين عاوتاني هذا كيجي هنايا فوق الحزام مجموع وبسنيسلة وعندها واحد الفتيحة لتحت. المهم هانتوما غنوريكم غير من الفوق باش تشوفو. هادي كاين عاوتاني هاد الكري، هادي راه كتبانلكم كري ناصح غادي البيوضية، بالعكس راه كري مغلوق. كاين هاد الستيل عاوتاني هذا، هادو بلي بالكميمات هكا مسدودين. هذا شوف الستيل ديالو عاوتاني كيفاش داير، جاي بحال القميص من التحت ومن الفوق جاي هكا دومي مونش بهاد لو ستيل هكا هنايا والسنيسلة. وكاين عاوتاني هادي في الباج، شفتو حتى هي جاية بدو بيس وصافي. وهادي جاية على شكل كيو كيف ما كتشوفو، اللوينات كاينة في الباج وكاينة في هاد اللوين. هادي دايرة بحال كسيوة وهابطة حتى لتحت. المهم هاد السوق كيف ما كتشوفو كيبيع فيه بزاف ديال الحوايج، لي مونطو راه كاتبين البرايس، كاتبين الأثمنة. هذا 40، هذا اللي كبير هنايا وطويل ب50، هادو اللي فوق هنايا ب50، جاكيت عاوتاني هنايا ب45. Don't touch anything. Sorry. عاوتاني كاين هنا اللي كيبيع بحال هكا ستيكان ب5 باوند، هادي اللي كنسمى هاف برايس نستعمل لي فاليز البزاطون. المهم محل فيه بزاف ديال الحوايج، وهاد السوق راه جاي في إجوار رود، راه فيه بزاف ديال الحاجات خضراء كما كتلاحظوا. هذا هنايا كيبيع داكشي لي ديكسيسوار ديال الدار، بحال هنايا حويجات جداد ماشي مستعملين، راهم جداد ديال الدراري الصغار. شوفوا داير لهم غير وان باوند هنا، هذا شفت هنايا ماشي راه جديد ماشي قديم. هانتوما شفتو لي شوميز هنا اللي كنسمعو هنايا يسراهم فايف باوند، هادو هنايا يديرو ليهم ثلاثة أول حاجة وجوج بخمسة باوند. المهم انا خلاص بغيت ندير لكم غير واحد الدويره هكا معايا باش تشوفوا شنو كاين وكيفاش دايرين كيفاش دايره هاد البلاصه. المشكله ان الشتا قربت تبدا تطيح. شوفوا المشروب دايرين البوكس ب3 باوند، شوفوا هنايا بدات الشتا دابا كتنشنش، عندي شي كلمات خاصة بيا كتنشنش. هنا عاوتاني الديسير، المهم السوق راه كبير هنا عاوتاني كيديرو داكشي ديال
هاي كيديروا هنايا داكشي ديال العطور ديال السعوديه بحال هنايا العطور ديال العبار اي واحد بغيتو مزيو كاين كوكو شانيل كاين بزاف ديال داكشي كل هنايا بالعبار خلاص بالنسبة لهنا كيبيعوا هاد لي ديكور بحال هكا صالون بالنسبة للناس لي كيبغيو هاديك الشوكولا ديال لندن ساعة ديال يوكي نعم عاوتاني كيبيعو هاد الشي عاوتاني لي سوفونيغ Everything 1 pound closing down sale. The girl got this. Keep your fish 1 pound. Yeah. All necklaces 1 pound. Okay. Bangles 2 for 1 pound. Rings 1 pound. هذا قال قدي سد كيف هذا الشيء ما فهم لا لا تذكر حمير قاس ما شو عندهم ذاك الشوكة ديال الشوكة من عندهم غير فوالك وهذا الشيء ديال هذا الشوكة ديال الفلفل كنت الشوكة ديال الفولة البنات بالنسبة لهذه شوفوا كيفاش دايرة هنا جاية عباية دوبية How much for this one? 35 المهم كاين بزاف ديال الحوايج زوينين المهم البنات لقيتوني باقا كندور هاد البلاصه هنا كيبيعوا فيها الحوت كيف ما كتلاحظوا كيبيعوا داكشي ديال الدار ماتيريال ديال الدار المهم كواش هادي كويت مسايد كاين بزاف ديال الحوايج انا مع الاسف ما جبتش السيلفي باش كنهز كيف ما كتشوفوا عاوتاني هنايا داكشي ديال الميك اب صافي غنبقى ندور شويه حتى بدات كتنشنش عاوتاني حتى هذا كيبيع عاوتاني داكشي ديال الحوايج المهم بغيتش نقلب الكاميرا حيت قلت نهضر معكم شويه انا صافي هنا عاوتاني كيبيعوا الزرابي كيف ما كتلاحظوا بالنسبه لهذا كيبيع داكشي المعلبات كيبيع المواد الغذائيه ولا قصد الثمن بحال هذاك هاد العسل ديال مونيكا دايرلو 6 بون بيسكوت الزرار اللي هي هاد كاين بزاف كاين بزاف هاد الميز الزرار داكشي ديال البيسكوت عرفتو البنات صافي شداتني الشتا وديك الشتا الخفيفة اللي كتدخل العروقة هاديك صافي المهم ما بقى لي صراحه ما نزيد نصور لكم دابا غادي نخرج من هاد البلاصه نمشي حيت جوج كان هي الوضع مناسب كنت غادي نزيد نصور لكم البنات غزالتي لقيتوني يلاه رجعت دابا للدار يلاه دخلت حيت الشتا بزاف وما قدرتش انني نجلس برا باش نصور لكم على العلم انني كنت خارجه باش نصور لكم بزاف ديال الحاجات ولكن مع الاسف الجو حكم علينا اننا نرجعوا للدار ولقيتوني دابا كنوجد واحد الباستا بواحد الطريقه فيجيتيريان يعني بالخضره كندير شويه ديال الكريعه مع البصله كيتشحروا بالحق في الاول كنخلي البصله كتشحر مع شويه ديال الزيت ومليحه الابزار وشويه ديال الثومه بودره اولا محكوكه صافي ومن بعد ملي كتشوفوا البصله تشحرات لكم كتشدوا الكريعه كتقطعوها دوائر وكتقسموها في النص يعني كتجي نصف دائره رقاقين ما كيجيوش غلاظين كيف انا غادي نوريكم واخا راه طابت ليا لاصوص صافي من بعد كتخليو داكشي كيتشحر 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 مزيان ملي كتحسوا بانه تشحر صافي كدوزو تزيدوا لاصوص طوماط اي صوص طوماط عندكم سواء كطحنوها نتوما سواء كتشريوها هكاك واجده سواء كيكونوا فيها دي زانغريديون مختلفين الثومه البصله المهم على حسب انا مطيش نتوما كديروا انا صوص طوماط وكتخليوها كتشحر بحال هادشي اللي غادي نوريكم دابا صافي لاصوص كتجي على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا ها هي القريعه راها يعني هبطات مزيان مزيان صافي لاصوص دابا راها وجدات ما بقى لي غير
نزيد واحد شويه ديال الثوم. بالنسبه للبنات المهم غادي نقول لكم شنو المكونات اللي ممكن انكم تضيفوا ليها. هنا دابا زدت الثوم، راني دخلت على البوطه، غادي نحركو غير واحد شويه باش الثوم كيدخل مع هاد المكونات هادو. راه كتجي زوينه بالنسبه للوليدات، ما كتجيش زعما تقلك راه باينه، ولا ما بغيتوهاش نيت اصلا تجيكم باينه ممكن انكم تحكوها، ممكن انكم تقطعوها قطع صغار. صافي هنا الغوسيط ديالنا كتكون واجده، غادي نتسنى غير على الباستا باش تسلق. هنايا ها ردها تسلق، انا دايره هادو اللي ليفيس، غادي نتسنى تسلق وعاد نوريكم الطبق ديال التقديم. هانتي وهانتي ويا لاله، غادي ندير الباستا بالكريعه والبصيله. غير انا في بلاصه لي شامبينيون درت عليها الطون، وها هي الباستا ديالي تسلق هنايا. كذلك البنات بالنسبه لي بغاتني نبقى ندير لكم هكا لي غوسيط ديال الباستا بطريقه يعني فيجيتاريان بالخضر، خليو عليا في لي كومونتير باش نبقى نشاركو معكم. كيجيو زوينين، كاين الباستا ديال شنو هذيك شنو سميتها الله يتبتناش دور الخاتمه، عرفتي علاش بدات كتمشي ليا الهضره هاد مؤخرا، ديال الدنجال. كاين واحد الباستا كتجي رائعه ديال الدنجال. المهم الا بغيتو نبقى نوع عليكم هكا مره في الانواع ديال الباستا، خليو ليا في لي كومونتير، خليو ليا كومونتير هكا باش نعرف الاراء ديالكم وشنو كتبغيو انني نوجد لكم. بالنسبه للبنات ممكن انكم تضيفوا شويه ديال لي شامبينيون على حسب الذوق، كما قلت لكم على حسب الذوق. انا ما كيعجبونيش لي شامبينيون نهائيا، ما كنحملهمش، داكشي علاش حتى كنطفي لاصوص عاد كنزيد شويه ديال الطون وكنخليه كيتحرك هكا مع بعضياتو، وبيت نزيد شويه ديال الزيتون حتى هو كيجي بنين. يا سلام. صافي كتسلقوا الباستا ديالكم سوا سباكيتي سوا باستا غولي بحال هكا سوا فيس، ومن بعد صافي كتصفيو الباستا ديالكم وكتزيدوها على هاد لاصوص وبصحتكم وراحتكم. ممكن انكم تزيدوا تشيز في الاخر، فرماج محكوك، تشيز، اي نوع كيعجبكم، وبصحه وراحه كتكون الوصفه ديالنا وجده. غزالاتي هذا هو الطبق ديالنا. هذا المهم انا ما كيعجبنيش ندير فوق منه تشيز، هكا كيعجبني ناكلو. وبالنسبه للزوج ديالي كنزيد له فوق منه تشيز وبصحه وراحه. هنا غنكون وصلت معكم النهايه ديال الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله يلقاكم في صحه جيده. الى فيديو مقبل ان شاء الله، خليت لكم راحه، مع السلامه.